تمام؟ طيب يلا نعد مع بعض، دي كام دايرة؟ واحد اتنين تلاتة. فين التلاتة اللي في سنتين؟ فين فين فين؟ أهي برافو عليك يا إبراهيم، دي التلاتة اللي إيه في سنتين؟ يعني هي تلاتة. طيب ودي كام دايرة؟ واحدة. واحدة. فين رقم واحد؟ أهو فوق يا ميس. مظبوط أهو. أهو أهو. تمام؟ طيب يلا نعد مع بعض، دي كام دايرة؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. فين الرقم ستة اللي واقفة بتفكر؟ الأخيرة. يلا يا بسمة فين؟ الأخيرة. تعالي يا ستة. طيب ودول كام كورة؟ هي سهلة باينين أوي. واحد اتنين. اتنين، واحد اتنين. فين رقم اتنين؟ أهو. تمام، ودي كام كورة؟ واحد. يلا يا ملك، واحد اتنين تلاتة أربعة. هنوصلها برقم أربعة، الأربعة اتنين واتنين. طيب هناخد مع بعض بسرعة الدايرة، فاكرين الدايرة؟ يلا نرسم دايرة حلوة عيلة جميلة كده. دي اسمها ايه؟ دائرة. دائرة اسمها ايه؟ دائرة. دائرة. بصوا الدائرة، فاكرين ان احنا كنا كل ما بنيجي ناخد الدائرة بنلاقيها بتعيط وزعلانة؟ فاكرين؟ هي الدائرة زعلانة وبتعيط ليه؟ يلا فكرني يا محمد، فكرني يا حمزة، فكرني يا حمزة، هي الدايرة بتعيط ليه؟ عشان ما عندهاش ولا أضلاع ولا زوايا. كل شوية الدايرة بتعيط ليه؟ عشان ما عندهاش ولا أضلاع ولا زوايا. زي إيه؟ زي المربع والمستطيل والمثلث، عندهم أضلاع وزوايا لكن الدايرة ما عندهاش فبتعيط. بصوا الدايرة بتعيط إزاي؟ عشان ما عندهاش ولا أضلاع ولا إيه؟ زوايا. زوايا. يبقى لما نيجي نقول عدد الأضلاع هيساوي وعدد الزوايا هيساوي ايه؟ صفر. عدد الاضلاع هيساوي صفر وعدد الزوايا هيساوي صفر عشان ما عندهاش ولا اضلاع ولا زوايا، فالدايره بتعيط. تمام؟ يلا هسيبكم بقى تعملوا هوم ورك وتسمعوا الفيديو تاني كويس قوي، واشوفكم بكره. باي باي.